أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة منفتحة على تشكيل حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال هنية في خطاب تلفزيوني أن الحركة تلقت العديد من المبادرات فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، مشيرا إلى الانفتاح من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة. كما ذكر هنية أنه بعد دراسة الأفكار بإيجابية قدمت الحركة لقطر ومصر موقفها ورؤيتها التي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على الشعب الفلسطيني وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة، مضيفا أنه لن يتم إطلاق المحتجزين في غزة إلا بشروط الفصائل الفلسطينية.